عسلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون باي سنة. كالعادة نجيكم بوصفة بنينة برشا وسهلة، والمرة هذه كلها منفعة لكم ولصغيراتكم. كيك البسيسة، أي كيك البسيسة بالشوكولاتة زيدة، مش كان بالبسيسة بركة، حاجة بنينة برشا. أنا صغيراتي جربتهمهم ما حسوش مطعم البسيسة بنا على بنا، صدقوني لازم تجربوها لصغيراتكم، على خاطر كلها فيتامين كلها منفعة، وصدقوني باش يعملوا بها برشا جو. أي نبداو المقادير، للعادة نستنى برشا تشجيع على قد البنة على قد التشجيع الهوني على اليوتيوب وعلى الانستغرام زيدة شيوة دو سناء باللايك والبختاج. نبدأ سي لا سبين دو هيلثي، فهمنا نحنا باش نخدمو حاجيات صحيين للاولاد. دونك نبداو بالليزانغريديون للكيك نتاعنا اليوم مغبغي بالبسيسه. لوني عندي كيس ونص بسيسه، الكيس نتاعي يهز 25 سنتيلتر، معاه هوني واحد لوفور شيميك. لوني عندي الكيس هو بيدو، قست به كيس زيت، كيس هو بيدو كيس ونص حليب، عظمتين لهوني، كيس ونص سكر، شويه جلجلان، شويه بسباس، شويه لهوني اروم فاني، وباش نحطو لهوني كيس زوز كيسان ونص فرينه بيضه. لهوني دونك سي فاكولتاتيف بيان سور، كيما تحبوا نتوما تشتهوا، انا نحب ديما جو بارفوم الكيك نتاعي سورتو الجلجلان والبسباس باش يعطيه بنه كبيره برشا. يلا نتعداو تو سويت البريباراسيون. اول حاجه باش نركضوا السكر والعظم حتى لين يل دوبل فوار تريبل دو فوليوم. نزيدو روح الفاني، الحليب دوسمون، وطابش نزيدو الزيت. هوني نجمو تحطو زيت وزبده بيان سور، الكيس يا زيت نباتي يا زيت وزبده، ونخليهم يدخلوا مليح في بعضهم افون ما نكورفوري لي زانغريديون سيك. Les ingrédients secs, je vais les mettre brave. Hop, et voilà. Vas-y, doigt, petit à petit. Je trouve la couleur de la couleur, mashallah. Je vais vous dire ce que c'est. Bien sûr, le psis, je n'ai pas précisé, le psis est sec. بسيسة قمح، دونك كلها منفعة. اللي يحب المطعم تاع البسيسة موان برونونسي يحط ثلاثة كيسين فارينة وكيس بسيسة أكاها. شوفوا كلبنا، نحكي لكم شعر ريحه ما شاء الله نتاع البسبيس والجنجن. المول نتاعي هوني دهنته بالزبده ورشيته بالفرينه باش ما تلصقش فيه، باش نحطوا فيه نص الكونتيتي. جي بروفيتي وعبيت لي ميني كيك هذوما شويه، والباقي طاب باش نزيدوا الكاكاو. هنا مغرفه كبيره، مغرفه نص ماكسيموم، ما قديش تحبوا الكونسنتراسيون نتاعو. كم زدنا الكاكاو حيت مغرفه نص، باش نزيد مغرفه نتاع حليب. دونك هذيك elle va détendre la pâte interne. لوني حطيت البات نتاعي بالكاكاو في الوسط، وباش نبدا لوني نخلطها هكا دي مومون دي موفمون بلوتو باردون سيركولير pour incorporer ou dit quel côté هذيك مابري البيهي. كل عادة ولا قطعنا عادة باش نعملو خط هكايا في الوسط هاب، وتزينوه كيما تحبوا. انا باش نحط شويه فاكيا وفي الاخر بالكل، دونك بعد ما يطيب باش نزيد لي بيبي دو شوكولا، كوم سا يقعدوا ذايبين ومزيانين. هاي سي بارتي. هيا فوري سخنتو ا 180، دونك باش نطيحو ل 150 باش نفرش بيه على الجاتو، وباش نخليه قرابت ا بوبخي ساعة غربة ساعة. La version la plus soft, c'est le honey. Donc, la pastille, loose, bfriwa, gelgelin, j'aimerais que le honey, donc l'état initial, donc la honey, je vais vous donner un peu de surtout les raisins, je vais vous donner à la surface, je vais vous donner un moelleux à l'intérieur. Mais si vous voulez me faire un peu de choses, je vais vous donner un peu de choses. ركزولي على البنة، ركزولي ما شاء الله. ناكل هوني 10 دقائق على 180، طيح توا 150 45 مينوت ا بو بري، تا
نقول لكم بالضبط قديش كيكم تاعي حضر ما نحكي لكم شي على البن الشوك ثيرميك هذيك خليه يطلع غابيدمون وبعد قعد طاب في عقله 150 كويسون بي برشا باش ما يحمر لكم شي في ساويت صاد خليوه على راحته وبيان سور كي نفوركم اسخن برشا من الفوري انا تنقصوا حتى ل 130 ما يقلقش ليسونسييل الكويسون تصير معناها سله والريزولتا يكون بارفي انا دوب ما خرجته من الفور حطيت عليه لي بيبي دو شوكولا باش يخرجوا المطعم نتاعهم البنين ويبدا اللون نتاعهم مزيان وزاد كيف يقعدوا مزيانين فوق الكيك نتاعنا الريحه تفحفح بنا على بنا الصغيره تشيخوا علي صدقوني مطعم البسيسه ماهوش ابارون كيما تاكلوا بسيسه معناها بالفيكه عاديه كواكو البسيسه ياسر بنينه ونحبوها الكل بسبب القمح عملوا عليه جو جربوه بقدرة الإله يعجبكم ويعجب صغيراتكم زيدا كيف نبدلوا شوية وصفات نتلهيو بصحتنا نتلهيو برشاقتنا نتلهيو بالكوتي الهيلثي يزينا شوية مكالكيك اللي بالزبدة والفيرينا ندخلوا حاجات صحيين لأكلاتنا متاع كل يوم فطور الصباح زيدا كيف مع قهوة العشية الجوتي بنا على بنا كان عجبتكم الوصفة نستنى برشا تشجيع باللايك بالكومنتير وبالبارتاج خلي تعم الفايدة على مامون الكل ويعملوه الكلهم لصغيراتهم ونستنى زيدا كيف برشا تشجيع على انستغرام شيوات دو سانيل تلقاو فيه زيدا اكثر وصفات على اون نحبكم برشا ما تنسيوش مع الشيوات تفنن وتبنن ومع لي غورمي يا سلام نعيش ديما احلى وابن الاوقات يلا نستنيكم في روسيت جديده ان شاء الله قريبا انتظروني اونتر تان بورتي فو بيان بوسكم برشا ا تري بيانتو